بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم. حلقه النهارده باذن الله عن كيفيه استرجاع جميع الملفات المحذوفه من عندنا من على كارت الميموري. كتير جدا مننا بتحذف منه ملفات من الكارت الميموري، سواء كان مركبه في قلب كاميرا، في قلب الموبايل بتاعه، وبيحب ان هو يرجع الملفات دي تاني، سواء صور او فيديوهات او حتى ملفات صوتيه او حتى مستندات. هنشوف مع بعض ازاي انك ترجع جميع الملفات دي. والشرح كمان مش هيتطبق على كارت الميموري بس، انت ممكن تطبقه على هارد ديسك، تطبقه على فولدر، على سطح المكتب، اي مكان يتحذف عندك ملفات يو اس بي، تقدر انك انت ترجع جميع الملفات دي بكل سهوله وبضغطه واحده. فتعالى مع بعض نروح لسطح المكتب ونشوف ازاي احنا نرجع جميع الملفات دي حتى لو بقالها سنين وتحذفت عندنا مع كارت الميموري بكل سهوله. يلا بينا. ودلوقتي كل عليك عشان تقدر تسترجع جميع الملفات المحذوفه من عندك، هنحمل اداه جميله جدا هي اداه ان ريكفير. هتلاقي له فكره الرابط بتاعها في صندوق الوصف. كل عليك بعد ما تخش على الرابط هتضغط على كلمه فري عشان تبدا تحمل الاداه. حجمها صغير جدا، حوالي 5 ميجا. هتبدا تخزنها وليكن عندك على الديسكتوب، وتضغط هنا على سيف وبدء التحميل عشان تبدا تتحمل معاك على طول. بعد ما بتتحمل عندك الاداه بتنزل عباره عن ايقونه بالشكل ده. طريقه التسطيب بتاعتها سهله جدا، دبل كليك عليها. بعد كده كل عليك عشان تسطبها تضغط على انستول وهتبدا تتسطب معاك على طول. تمام كده، خلاص الاداه اتسطبت معانا. كل عليك عشان تبدا تفتح الاداه تضغط على كلمه ستارت ناو وتبدا تفتح معاك الاداه على طول. وزي ما انت شايف دي واجهه الاداه، اول ما بتفتح معاك بتفتح معاك باللغه العربيه. الاداه فيها مجموعه ادوات جميله جدا تقدر من خلالها انك انت تسترجع الملفات، زي مثلا لو انت عندك جهاز ايفون تقدر انك انت تعمل استعاده لجميع البيانات اللي موجوده عندك على جهاز الايفون. كمان تقدر تستعيد التطبيقات الاجتماعيه زي الواتساب وبعض التطبيقات الثانيه. هنا عندك كمان المزيد من الادوات زي اصلاح الملفات التالفه واستعاده الملفات بالاندرويد. عندنا كمان هنا استعاده البيانات بقى من هارد ديسك، من اس اس دي، من SD، بطاقه كارت ميموري، من USB، من فولدر، من سطح المكتب. تقدر من اي مكان تستعيد الملفات من عندك من على جهاز الكمبيوتر. فانت كل عليك تضغط هنا بالشكل ده، هتلاقي زي ما انت شايف مقسم لك كل حاجه لوحديها. البارتيشنات زي ما انت شايف السي والدي والاي وجميع البارتيشنات كلها موجوده عندك بالشكل ده. هنا عندك طبعا بارتيشن 2، بارتيشن 3، كل البارتيشنات متقسمه عندك. حتى القطع الخارجيه زي اليو اس بي وكروت الميموري موجوده عندك بالشكل ده. فكل عليك هتشوف المكان اللي انت عايز تعمل له فحص. انا عايز اعمل لي كارت الميموري ده اسكان، هتضغط عليه ضغطه بالشكل ده ويبدا دلوقتي يعمل لي اسكان ويرجع لي جميع الملفات اللي كانت محذوفه فيه. زي ما انت شايف كميه فيديوهات كتيره جدا رجعها لي، كل الفيديوهات دي. مع اني لو رحت على كارت الميموري دلوقتي عشان اوريك حاجه، زي ما انت شايف لو رحت على كارت الميموري هنا ما فيهوش اكتر من 4 فيديوهات بس، لكن زي ما انت شايف بدا يرجع لي كميه فيديوهات كتيره جدا. دي كلها فيديوهات، هيبدا يرجع لي حوالي 14 فيديو لحد دلوقتي، 14 فيديو هسيبه لحد ما يخلص خالص ويبدا ان هو يجيب لي كل الفيديوهات اللي كانت محذوفه من عندي من عند الكارت ده. تمام كده خلاص، عمل لي اسكان كومبليت. هضغط هنا على موافق. طبعا دي كلها الفيديوهات بتاعتي، ممكن اضغط عليها دبل كليك عشان اعمل لها استعراض قبل ما ارجعها. زي ما انت شايف الجميل في البرنامج انك كمان تقدر تعمل استعراض للفيديو زي ما انت شايف، يعني مثلا تشوف الحجم بتاعه، تشوف التاريخ بتاعه، والجميل كمان ان راجعه بالاسماء بتاعتها، يعني بنفس التايتل الاسم بتاعها بالظبط وبالحجم بتاعها وكل حاجه. فانا كل اللي عليا دلوقتي عشان خاطر ان انا ابدا ارجع الفيديوهات بتاعتي، هبدا مثلا اقول له عايز ارجع الفيديوهات بس، لان الكارت الميموري ده كان فيه فيديوهات بس. طبعا الصيغه كمان هتلاقي عندك هنا في صيغ جوه، ممكن مثلا انا عايز ارجع الموفي فقط لا غير بالشكل ده، او ممكن انك انت تختار مجموعه معينه، مثلا مجموعه فيديوهات، وليكن مثلا اختار مثلا التلات فيديوهات دول كده بالشكل ده، واضغط هنا على استعاده واشوف المكان اللي انا عايز اخزنهم فيه وليكن مثلا على الديسك توب، واضغط هنا على سيلكت فولدر وهيبدا زي ما انت شايف يرجع لي جميع الملفات اللي كانت محذوفه من عندي. ويفتح لي الفولدر هنا، اخش على اول فايل، اخش على الفيديو، على موفي، هلاقي الفيديوهات راجعه عندي وكمان شغاله زي ما انت شايف. لو فتحت اي فيديو، هلاقيه شغال. تمام زي ما انت شايف كده قدرت ارجع بالفيديوهات بتاعتي وكمان شغاله. تقدر بقى انك انت تطبق الحاجه دي مثلا على اي حاجه، وليكن مثلا لو رحت مثلا نروح على هنا، نرجع على الصفحه الرئيسيه، تضغط هنا على نعم. طبعا هنا بيعمل لك نسخه احتياطيه علشان خاطر بعد كده لما تحب انك انت ترجع الملفات دي تاني ما تفضلش تعمل عمليه فحص. دي عباره عن نسخه احتياطيه باك اب، تقدر انك انت ترجع له في اي وقت. عندك الصفحه الرئيسيه زي ما انت شايف، وليكن مثلا تقدر تفحص في اي بورتيشن انت عايزه، وليكن مثلا البورتيشن ده زي ما انت شايف بيبدا ان هو يجيب لك كل حاجه. هنا المره دي بقى طبعا ده بورتيشن، ففي صور وفي فيديوهات. رحت هنا على الفوتو، تقدر انك انت كمان تعمل استعراض بالشكل ده. هتلاقي زي ما انت شايف الصور بدات ترجع معاك، تقدر انك انت برضو تستعيد اي مجموعه صور، تقدر تستعيد اي مجموعه صور انت عايزها، تحدد اي صور وتضغط هنا على استعاده نفس الطريقه سيلكت فولدر، ويبدا ان هو يفتح لك هنا اول فايل في الفوتو جي بي جي، وتلاقي كل حاجه راجعه عندك وشغاله. برنامج جميل جدا، وزي ما انت شايف بيرجع الملفات وكلها شغاله، من افضل البرامج في استرجاع الملفات المحذوفه. بجانب زي ما قلت لك انك انت تقدر كمان انك انت طبعا هنا بيعمل لك نسخه احتياطيه زي ما قلت لك. هضغط هنا على حفظ،
تخلص النسخه الاحداثيه، كل حاجه بيعمل لك باك اب منها عشان خاطر بعد كده لما تيجي تعمل فحص مره تانية ما تفحصش في الجهاز كله وتاخد وقت كبير جدا. تقدر زي ما قلت لك انك انت عندك هنا استعاده البيانات من الكمبيوتر، هنا من الايفون، هنا عندك من التطبيقات الاجتماعيه، هنا من مزيد من الادوات زي انك انت تستعيد بيانات من جوجل درايف ومن الهاتف، واستعاده البيانات من الهاتف التالف، وكمان استعاده البيانات من سجل التاريخ اللي موجود عندك على النسخ الاحتياطيه طبعا اللي موجود عندك على الكمبيوتر. وزي ما شفنا بطريقه سهله جدا وطريقه بسيطه قدرنا نرجع جميع الملفات المهتفه من عندنا. يا رب كل حلقه عجبتكم وكل استفدتوا منها، يا ريت تشكروا في الشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.